دكتور عماد، ملي كنقولوا الاعشاب مزيان، ولكن الاعتدال، وانت دائما كتوصي مستمعاتنا والنساء على انه الوصفه كيف كتقدمها خص تحترم فيها المقادير. اكيد، لان اي حاجه زادت ولا نقصت في المقادير فهي كتخسر من الوصفه كامله، لان واي ماده طبيعيه كيخصها واحد المقدار معين باش يمكننا ناخذوها هي وكذلك باش نخلطوها مع مواد اخرى. فغادي نشوفوا شنو هي الوصفات اللي غادي تقدم لنا ان شاء الله اليوم، وغادي كذلك نجاوبوا على اسئله المستمعات ديالنا. طيب، حنا غادي نمشيو اول شيء مع العصبيه المفرطه. الكثير من الناس اللي كيصعب عليهم يتحكموا في الاعصاب ديالهم مع الصيام، ولو انه التمرين والروح والقيمه ديال الصيام وديال رمضان هو انه الانسان يواظب على هذا الترويض، تقريبا هو ترويض روحي وترويض جسدي للغرائز ديال الانسان. ولكن في البداية في هذا الأسبوع أو ربما 10 أيام الأولى كاين الناس لأنهم عندهم بلية، كيف كنقولوا بالدارجة، يعني عندهم نوع من الإدمان على السجائر مثلا والتدخين، كيصعب عليهم يتحكموا في العصبية ديالهم. شنو هي النصائح ديالك في هذا الباب دكتور عماد؟ أكيد، وأحسن ترويض هو ترويض الذات على التسامح، لأن هذا شهر التسامح وشهر اللي نستفدوا فيه من الطاقة الإيجابية، لأن هذا الشهر كتكون الطاقة الإيجابية طالعة بواحد النسبة كبيرة. والتدخين او ما نهضروش على التدخين، نهضروا على الناس اللي مدمنين على القهوه. راه القهوه راه كتدخل في المدمنات، فكاين الناس دابا اللي ما شربش القهوه ديالو كتولي عنده عصبيه، كيولي كيحس براسو بالتوتر. غير هو ان خاصه التدخين او الادمان على بعض الامور ملي كيقرب يدخل رمضان كتكون واحد التهيئه نفسيه، ان الانسان كيولي كيساعد 50% الدس ديالو انه كيهيئ نفسه غادي يجي رمضان وغادي نترمضان وغادي يطلع ليا الدم وغادي نولي كنتعصب. علاش؟ لانني ما غاديش ندخن هذيك السيجاره ديالي في الوقت ديالها. فهذه بعدا من الاشياء اللي كتاثر واللي كترفع لينا من التوتر في خلال هذا الشهر هذا المبارك. اذا اهم حاجه بعدا نغتنموا الفرصه، يعني يمكننا نخرجوا بواحد النتيجه في رمضان، اننا يا اما غادي نقصوا القيمه ديال السجائر اللي غادي نكونوا كندخنوها في اليوم ومع المده غادي نتخلصوا منها، ولما لا اننا غادي ناخذ واحد العاده حميده، وان منين يخرج رمضان اننا نتخلصوا من السيجاره نهائيا. فالمواد اللي خصها تستعمل او المواد الطبيعيه اللي خصنا نستعملوا هي مواد طبيعيه كياثروا على جوج ديال الامور. ملي كنطولوا في التدخين او الانسان كيولي عنده ادمان في التدخين، كيوليو عندنا مستقبلات ديال النيكوتين ما يسمى بلاسيتيل كولين. هاد لاسيتيل كولين خاصة بالنيكوتين اللي كتكون عندنا في الدس ديالنا، هي اللي كتولي كتحكم لنا في الجهاز العصبي ديالنا، أننا إلا ما كنشاد مادة نيكوتين الجهاز العصبي ديالنا ما كيشتغلش بطريقة طبيعية. ثانيا غادي نشوفوا مواد اللي كتحبس لنا شهوة الإدمان، ان منين غادي ناخذوا او طيح لينا ديك النيكوتين في الدم ديالنا كنوليو كنحسوا بالسعاده، كنوليو ان هرمون السعاده كيولي كيتفرز بواحد الطريقه طبيعيه، كنوليو كنحسوا براسنا مزيانين. فهاد جوج ديال الحوايج خصنا امور اللي كتاثر عليها. فما غاديش نلقاو من الاعشاب حسن من الاعشاب اللي كتوازن لنا هاد الافرازات ديال هاد الهرمونات اللي كتصدى لنا لهاد لاسيتيل كولين الخاصه بالنيكوتين اللي كتكون في الدس ديالنا. نعم. ومواد اللي كتعطينا واحد الاشباع، ان هذيك المواد ملي كتدخل للداس كتولي كتحس الداس بحال راه انها استعملت ماده ديال الادمان، بحال دابا السيجاره او التدخين النيكوتين، وكنوليو كنحسوا بواحد الراحه. وثالث حاجه اننا نستافدوا كما قلنا هذا الشهر هو الشهر ديال تصفيه الذات، سي مو دو فيدونج، ان الانسان كيخوي السموم اللي في الذات ديالو. فاحنا غادي نحاولوا نستعملوا مواد اللي غادي تصفي لنا السموم من الذات ديالنا 100%، وهكا غادي نكونوا استفدنا ثلاثه ديال المرات بهذه الوصفه هذه. وغادي ناخذوا اسئله مستمعاتنا اللي معنا على الخط. غادي نبداو بدايه بام اصيل اللي معنا من مكناس. اهلا بك، صباح النور على راديو اصوات ام اصيل. صباح الخير لاله سناء كبيره، لاباس عليك؟ صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم بالصحه والسلامه. انا من المدمنات على راديو اصوات. مرحبا، مرحبا ونهار كبير.
بغيت نسول الدكتور عماد، انا مشيت للطبيب ديالي ومصابه بداء السكري وطلبت وقت زعما ما كانش عندي ممكن تقدر نصوم لحقاش كنت راه في الصيام. المهم كندير واحد الجرعه ديال الانسولين قبل المغرب وكناخذ لي كومبريمي مع السحور والحمد لله اللهم لك الحمد لقيت راحتي خير من الايام العاديه الحمد لله. بغيت نسول الدكتور عماد مره كنحس بواحد شويه غير في الصباح من مورا الظهر كنولي ناشطه الحمد لله نعم مع الكوزينه وهذا كنولي ناشطه. ما بغيت نسولك واش زعما الاعشاب اللي كتعطيني واش نقدر نستعملوهم؟ شنو هي شي واش كاين شي اعشاب اللي تقدر زعما تنشط نعمقها وناخذوها ولا؟ اكيد خاصة مع داء السكري. هاد الشخفة كتحسي بها في اش من فترة من اليوم؟ مرة يعني ماشي يوميا ولكن مرة كنحس بها في الصباح. يعني شنو ما بين ديك العشرة وال 12؟ هكاك تقريبا ما بين العشرة وال 12. دكتور هيمات غنسولك اختي الطبيب شنو قال لك اش من مواد يمكن لك تاخذيها طبيعية حلوة؟ مثلا ما سمعتكش دكتور عماد. المواد الطبيعيه اللي حلوه اللي يمكن لك تاخذي شنو قال لك يمكن لك تاخذي فيها؟ عطاك شحال عطاك مثلا من تمره في الفطور؟ شحال عطاك من المواد اللي كتكون حلوه؟ هو عارفني انا منضبطه مع الريجيم ديالي وكل شيء كنعرف كيفاش نتصرف يعني كنقاد الا خديت جوج تمرات كناخذ يعني ما كنقاد الريجيم ديالي. نعم فمن الاحسن تخلي دوك جوج تمرات حتى السحور ان شاء الله. نعم دوك جوج تمرات ولا ثلاثه تمرات كاع يكونوا متوسطين غادي تخليهم حتى السحور وهما اللي غادي تاخذي بهم السحور ديالك وما غتحلي تحيدي لهم داك العظم ديالهم وديري فيهم واحد شويه ديال الزنجلان ياك وغادي تاكليهم. اذا التمر المواد اللي فيه السكريات سريعه الامتصاص فيه مواد مغذيه فيه مواد اللي كترفع لنا الطاقه ديالنا. الزنجلان اللي غني بالكالسيوم غني بالفيتامين ا والفيتامين او والفيتامين دي كذلك كيركزوا لنا في الداس ديالنا فهاد المركب غادي يعاونك ان شاء الله باش تحاولي ما تبقاش تجيك هذيك السخفه طيله اليوم ديال الصيام. علاش؟ لان هذيك ال 10 ل 12 هما التحولات ديال الانسولين التحولات البيولوجيه اللي كتكون عندنا ديال الهرمونات في الداس ديالنا هذيك هي الفتره ديالهم. اذا ملي كتجي ديك الفتره كيوقعوا دوك التحولات انت يا صايمه نورمالمون كيخصك تكوني كتاكلي ولكن مادام الطبيب قال لك بان ما كاينش مشكل وهذا الشيء ما يشكلش خطر على الصحه ديالك فما كاينش مشكل استعملي هذه الطريقه هذه وغتلقاي عليها الراحه ان شاء الله. وتهلا في راسك يا ام اسيل. تحيه كبيره لكم بمكناس اللي كتابعوا بها برامج راديو اصوات على الموجه 99.9. حنا مواصلين معكم من بعد الفكم مباشره غادي ناخذوا مها معنا من مدينه مراكش العاصمه الحمراء. اهلا بك مها. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا مبروكه. شكرا. عليكم الصحه والسلامه باش ما تسمعش ان شاء الله. كدير الاخ بكري عماد لاباس عليك؟ بخير اختي ما كنسمع صوتكم الله يبارك فيك مرحبا. الحمد لله يعطيك العافيه مبروكه. علينا وعليكم الصحه والعافيه ان شاء الله. دكتور عماد بغيت نسولك بالنسبه للزيوت واش ممكن نديرهم بالنهار؟ يعني ما فطروني ما والو. فين زعما البشره ولا الشعر ولا شنو؟ البشره ديالي حيت بالليل كنخدم ما كنقدرش نديرهم ماشي مشكل اختي العلماء والفقهاء اجمعوا بان راه الشيء المفطرات راه باينين فهمتي اذا نزيد ندهن ولا البشره ديالنا ترطبه ما عندنا مشكل. شكرا بزاف شكرا مرحبا بك تحيه لكم مراكش على الموجه ديال راديو اصوات 100.4 غنمشيو لبني ملال معنا حبيبه. اهلا بك حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دارتي سنه لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا يا حبيبه. كاين الدكتور عماد لاباس عليك؟ بخير اختي مبروك عواشرك بالصحه والعافيه باش ما تمنيتي ان شاء الله. نعم اختي بنتي ملاك بغات تهضر معك اهلا ملاك. نسول الدكتور على شي وصفه طبيعيه انا حامل دابا في الشهر الخامس. ايوا الله يكمل بالخير. على خير. بارك الله عليكم. وبغيت يعطيني شي وصفه معناتها نسخف عندي شويه فرق الدم تناخذ ديك الكيلو ديال 51 درهم ياك. ايوا ايوا. ولاني تتجيني الصحه وخديت واحد الكنعه ثانيه ديال الفيتامين غير الفرماسيون بلا ما نستشر طبيب وتتجيني الصحه بزاف والماكله ما تناكلش. دابا الا بغينا القوه خصنا نلقاوها في الماكله. علاش ما كتاكليش ما كتقديش تاكلي ولا شنو؟ لا والو ما تجينيش كاع الشهيه. وعرفت الدكتور هضرتي واحد النهار على الزيت في الارز ودابا دوماتيك علاش جات ليا وبغيتك تعطيني كيفاش غنديرها لبنتي الشعر ديالها وكيف واش ممكن زعما تشرب ولا لا؟ واخا وحنا غادي نبقاو بدايه معاك في الامر اللي هو اهم انك حبله وكتجيك السخفه وما كتاكليش راه خاصك تعاوني راسك. الاول
من الاول تيكون فيها فقر الدم بزاف، تيكون عندي ديك التسعود الحمل ديالي الاول. نعم هي هضرت معكم انا قلت لكم داك النهار حبيبه هذا الموضوع سبق لينا تكلمنا عليه في البرنامج. وكان دكتور عماد عطى واحد الوصفه رائعه. الناس اللي عندهم مشكل فقر الدم البالغين والاطفال ربما نعاودوا نذكروا بها دكتور عماد لانه كل ما فيها صحي ممكن ايضا تاخذها سيده اللي هي حامل. نعم خاصه ان عندها دابا فقر الدم فناخذوا نديروا هذه الوصفه اللي غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال الزنجلان معلقه صغيره ديال اللوز نعم معلقه صغيره ديال الزنجلان معلقه صغيره ديال اللوز غادي تخلطوهم بربعه المعالق الكبار ديال العسل الحر. نعم خلطوا هذا الخليط مزيان حتى يتخلط وكناخذوا معلقه صغيره ديال الخليط في وقيته ديال الافطار منين في العشاء في وقيته ديال العشاء وفي وقيته ديال السحور نخليوها هي اخر حاجه غادي ناخذوها في السحور باش تعطينا القوه صافي وداومي عليها فهذه غادي تعاونك ان شاء الله للتقويه وغادي تعاونك حتى باش ترفع لك الشهيه ديالك. اذا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل الشهيه مغلوقه هذه وصفه اللي غادي تساعدهم اكيد لان استرجاع الشهيه بالفعل والعسل الحر كيرفع الشهيه خصنا نعرفوا هذه المساله هذه لان فيه واحد الانزيمات اللي كترفع لينا ديك الحاسه ديال الشهيه بحال كتفيقها وكتولي عندنا الشهيه وكنوليو كناخذوا الاكل ديالنا بطريقه طبيعيه. تحيه لك حبيبه وتهلا بزاف راسك الله يفكك على خير. غادي ناخذ سناء اللي معنا من فاس اهلا بك على راديو اصوات. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا كيف كيف دايرين مزيان؟ الحمد لله دكتور عماد مزيان. اول مره كنعرفكم كيسد لي الخط اوغوز محمد نهار كبير هذا الله يخليك بارك الله. مرحبا مرحبا بك. الله يخليك. انا بغيت نسولك انا عندي لي كيست كغاس تحت الجلد سيرتو في نيشي وهكايا تحت فمي وانا كندير المكياج العام كامل وفي رمضان كيبقاو يبانو مع كيتدم لي وجهي ولي بوغ محلولين كيبانو كثر. واش كاين شي وصفه طبيعيه كتحيد هاد لي كيست؟ نعم فهاد لي كيست خص كاينه وصفه للمساعده ولكن ضروري خص يكون واحد التدخل ديال وي انا ديجا مشيت للطبيب دابا مشيت بزاف ديال الاطباء وديك لي بوماد اللي كيعطيو سيغت كيحيدوا ديك الشيء ديك الوقيته ولكن ابخي كيولي هذاك الشيء بحال عمرها ما درت لا دواء لا حتى شي حاجه. ولكن هاد لي كيست دكتور عماد باش ربما نزيدو نشرحو ايضا لكل مستمعاتنا شنو هي كتكون دي كيست بحال اللي ممكن تكون في الرحم ديال المراه كتقدر تكون تحت البشره تحت الجلد تحت الجلد وهادو كيكونوا تكون شنو جيوب ملؤه باش مواد دهنيه ولا شنو؟ مرات كتكون ملؤه بنوع من الماء ومرات كتكون ملؤه بالمواد الدهنيه والسبب ديالها كيكون واحد الافرازات مفرط ديال الهرمونات هما اللي كيعطيونا هذا المشكل هذا على المستوى ديال الجلد ديالنا تحت العين يعني في المناطق اللي كيكون فيها داك الجلده كتكون رهيفه. اذا ملي قلتي سناء انه خصها تمشي عند طبيب هادو تيكونوا تيديروا واحد العمليه خفيفه باشعه الليزر كيديروها عند الاطباء المختصين بامراض الجلد عن طريق ابر كتستعمل باش كتخوي هاد الكيست هادو. وهادشي درتيها سناء؟ انا ما درتش ليزر كانوا عطاوني غير دي تريتمون كنت كناكل الدواء وكندير دي بوماد ولا شي دي تريتمون كينقصوا كينشف لي الوجه ديالي ملي كينشف الوجه كينقصوا ولكن ما كيتحيدوش ديفينيتيفمون كيبقاو بيان سور كيبقاو كيتسالا تريتمون كيرجعوا. واش كاينه وصفه طبيعيه اللي ممكن تساعد سناء وكل السيدات ربما اللي عندهم هاد الظاهره هادي؟ فغادي نحاول نعطيو وصفه اللي كترجع المرونه ديال الخلايا المرونه ديال البشره المرونه ديال الخلايا وغادي تقدر تساعد 50% هاد لي كيست هادو باش كيوليو كينقص الحجم ديالهم ولكن كيخصنا نداوموا عليها يوميا وعلى الاقل خيرا كتاخذ واحد المده يعني تقدر تمشي حتى 4 شهور تقدر تمشي حتى 5 شهور باش نعرفوا هاد المساله هادي. الوصفه شنو كناخذوا فيها؟ كناخذوا فيها زيت البرتقال اذا زيت البرتقال زيت البابونج وزيت الجوجوبا. اذا الجوجوبا راه موجود دابا في الصيدليات وشي بالصيدليات وعنده مزايا كبيره باش كيرجع لينا المرونه ديال البشره ديالنا وكيرجع لينا الشبابيه ديال البشره والحيويه ديالها. اذا زيت البرتقال زيت البابونج كمضاد الحساسيه وزيت الجوجوبا مع زيت البرتقال ملي كيتخلطوا كترفع الفعاليه ديالو في 5 ديال المرات وهكا كنستافدوا منه باش كيرطب لينا البشره ديالنا وكيرجع ليها المرونه ديالها والليونه ديالها. طريقه الاستعمال معلقه كبيره من زيت البرتقال من زيت البابونج ومن زيت الجوجوبا كنخلطوهم كنديروهم مساج على البشره ديالنا مده ديال 10 ديال الدقائق. اذا 10 دقائق كنديروا بها مساج في البلايص اللي عندنا فيهم هذوك لي كيست
ومن بعد كنخليوه 50 دقيقه، 50 دقيقه هي ساعه في كل شيء، وكنمسحوه بواحد القطن ما كنغسلوش يوميا، كل ليله كنداوموا عليه كما قلنا على الاقل واحد المده ديال 4 شهور. وتهلا فراسك وما يبقى عندك حتى شي بساسه. تحيه كبيره لكم مدينه فاس.